بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. المحاضرة الثانية اليوم للبيولوجي الأحياء الطبية هي بعنوان الكولجي كومبليكس أبارتس، وهي من سلسلة السيل أورجانز أوف ميديكال بيولوجي المرحلة الأولى. يعني حاولنا نسوي سبريت المحاضرات، نخلي كل اورجانز في محاضره حتى يعني الاسئله تبيوز بالنسبه الى الانفورميشن اللي نقدمها، وبالتالي تكون سبريت ذس ليكتشر يوسفول فور ذس ستودنت. ملخص المحاضره يعني هي المحاضره مكمله للمحاضره السابقه و مقدمة للمحاضرة يوم غد الساعة 8، فتكون مختصرة وإن شاء الله تكون قليلة في السلايدات. الكولجي كومبلكس نطف التعريف البسط، الكولجي كومبلكس اللي هو the name of come from Italian anatomist اللي هو كاميليو كولجي، اللي هو اللي سوى اللي ايدنتيفايد ذيس ستراكشر في عام 1898. هذا الرجل هو اللي شاف هايلي دايناميك كولجي كومبليت ان ذيس سيل ستراكشر، وقال انه هذه الهايلي دايناميك ستراكشر ذات از ذا باكج فور ذا ادرس بروتين سينثيسيس. طبعا هو بعد دراسات اخرى لحقت انه وجدوا انه البروتين سينثيسيس اللي هو يصنع في الرف اندوبلازم كريتيكولوم اللي هو الشبكه الاندوبلازميه الخشنه يصير ترانسبورتد ذس ستراكشر اللي هو الجولجي، فاذا هو في ترانزيت للبروتين سينثيسيس فور ذا رف اندوبلازم كريتيكولوم، وبالتالي يكون هو نوع من الترانسبورتنج ستراكشر بالنسبه الى الجولجي كومبلكس اضافه للستورج اوف ذيس بروتين. طبعا الجولجي كومبلكس ذات از ذا كومبوز اوف ممبرينوس ساكلز ان ويتش ذيس فانكشن اوكر. طبعا حتى يؤدي وظيفته الستورج بشكل ميرلي اللي هو ستورج اوف ذا بروتين اللي هو البروتين سايزز اللي يصنع وين بالرف اندوبلازمي كريتيكولوم. اذا الترانسبورتنج فور ذا بروتين سينثيسيس يصنع بهذا يتم عن طريق الجولجي كومبلكس، وبالتالي يوصل الى السيتوبلازم بالنسبه الى السيلز. اذا الرجل هو ايدنتيفاي ذيس ستراكشر، اول من عرفها واول من استكشفها، وقال هي عباره عن طيات غشائيه موجوده في داخل السيلز. هذا ك يعني فيرست ديفينيشن بالنسبه له، اول ما عرفه. بعدين توالت الدراسات وعرفوا انه الستراكشر مالته ذات از ذا ميرلي كومبوز اوف many of membranous cells، وهذه السكلز هي عبارة عن طيات، وهذه الطيات تحتوي على البروتين اللي هو ترانسبورتنج فور ذا رف اندوبلازميك كريتيكولوم. What is the characters features of the culture؟ يعني احنا دائما في محاضراتنا نركز على الهيدن بالنسبة إلى الكاركتر فيتشر لكل أورجانز حتى يسهل للطالب إنه يقدر يقراها بإيزي وما تصعب عليه. Golgi apparatus complex varies in size and form in different cell types. إذن هو عدة variation في size وعدة variation بالform اللي بالشكل يعني. لكن دائما تكون الجولجي كومبلكس ذات سيميلر اورجانيزيشن ان وان كايند اوف الاورجانيزيشن، الاصل مالته بالنسبه الى الجولجي هو ذات از ذا سيم ان موست اوف ذا سيلز،
أو all of the cells. لكن الاختلاف راح يصير بالسايز وبالفورم. اوكي. ايضا under the light microscope احنا دائما نركز انه السيل اورجانيز ممكن نشوفها ب تو واي، ممكن نشوفها باللايت مايكروسكوب وممكن نشوفها بال under the electron microscope. باللايت مايكروسكوب راح نشوفها على شكل كروس نتورك under the light microscope، على شكل شبكه ما نقدر انه نسوي بها نوع من الديفرنشيشن بالنسبه لها، راح نشوف عباره عن نتورك متشعبه موجودة داخل السيل. بعدها another study اللي هو بالاي ام اللي هو الالكترون مايكروسكوب شافوا انه latent intercommunicated sac اللي هو السيستم. اذا بعد ما درسوا study under the الكترون مايكروسكوب شافوا عبارة عن طيات تكون لاتنت وتكون بارالل تكون في داخل الجولجي كومبلكس وسموها في السيستم. طبعا هي موجودة على شكل ماني بيريفرال تيوبلز فيزيكال او الدافع اي ام. Also the cistern vary in number. وهسه نريد نعرف ليش هي تكون vary in number، يعني تكون هناك variation بالنسبة إلى number of their cistern and their Golgi complex. يقول تقريبا من 3 إلى 7 of the most animal cell. الأنواع اللي موجودة أو الأنبر موجودة دائما تكون من 3 إلى 7 number of the cistern and the Golgi complex. وهذا طبعا التركيز بالنسبه الى Golgi complex اللي كان ان variation in size او number او in the form هذا يتبع most of the metabolic activity. متى ما كانت الخليه تكون ذات more active that is the variation of size and form in the Golgi or in the number of the cistern in the Golgi. In Golgi complex, that is they generally show two distinct sides structurally and functionally different. يعني في الكولجي راح نشوف two sides يعني وجهين تكون distinct structurally and functionally that is the difference، يعني تكون مختلفات جدا بالتركيب وبالوظيفه عن كل وحده مع بعض. Location of the Golgi complex that is the near of rough endoplasmic reticulum. هسه راح نشوف الدايجرام شلون تكون هي closed for the rough endoplasmic reticulum. تحتوي أو شافوا إنه موجودة عبارة عن banding or small transport vesicles اللي هي الحويصلات الناقلة اللي تكون صغيرة اللي تنقل من البروتين from rough endoplasmic reticulum إلى Golgi complex. البروتينز اللي يصنع synthesis protein for of endoplasmic reticulum that is the protein or composite for the lumen or cortex of the muscular and embedded membrane. راح يسوي نوع من التجويف او اليومن. هذا ممكن انه يصير composition of the protein وبالتالي عمليه transporting for this protein from rough endoplasmic reticulum to Golgi complex. This figure shows the structure of the
بورديكم. احنا قلنا من البدايه قلنا دائما حتى نفصل الاورجان، تصير اورجان هي كثيره، نخليها كل واحده لكتشر ونحاول نركز على النقاط المهمه او المين كاركتر فيتشرز او ذا ستراكشر او ذا فاكشن فور ذا وان اوف ذا سيل اورجان. الستراكشر مال الجولجي كومبلكس ذات از ذا مين تو سايد that is the differently from the structure and function. في نشوفون انه الفيجر في يساره انه عباره عن جولجي ستراكشر that is the 13 two sides. السايد الاول يسمى بالسيس فيس او يسمونه بعض الاحيان receiving side of Golgi apparatus اللي هو راح يكون عباره عن network of Golgi apparatus that starts for 14 and visible fused with the membrane of the forming face. راح نشوف هو عبارة عن receiving site اللي هو الجزء المستقبل بالنسبة إلى البروتين من الرف اندوبلازم بشكلهم، وبالتالي يشوفون انه هذه الفيزيكالز او الصلعات اللي قلنا عليها راح تتاتش وذ الفيلمنتس ساكلز اللي هي الطيات اللي موجوده داخل الكولجي اللي يسمونها سيسترين، وبالتالي تنتقل الى انذر سايد اللي هو الشيبنج سايد اوف ذا كولجي كومبلكس. Each of cystrate شو راح نشوف؟ راح نشوف عبارة عن specific enzyme. هاي specific enzyme اللي يكون specific element من sugar and protein اللي هو جاي من الرف الدبلات بالفرقة الأولى. ايش راح يكون؟ راح يكون formation of cereals of the calcite vesicles اللي هي حواسات اللي موجودة على الأغراف اللي يشوفونها، هي عبارة عن حاملة للبروتين سينثيسيس اللي صنع من الرف اندوبلازميك ريتيكولام، وبالتالي يصير نوع من الديفيوز او الفيوز بالنسبة الى الرافيسكلز وتخرج الى انذر سايد اللي هو الترانسفير اللي هو يسمونه الشيبينج سايد بالنسبة الى البروتين كومبلكس. طبعا نسينا نقول انه السايد الاول سيسفيس عبارة عن convex forming بينما يعني واحد محدب والاخر يكون another face اللي هو concave side اللي هو دائما يشيروا الى اللي هو يكون الترانسفيرس هو عباره عن mature face بينما السيس فيس عباره عن immature او مجرد ناقل transport for the protein cells. الفيزيكال بعد ما توصل الرايف تو ذا انذر سايد اللي هو الترانسفيرس شوبينج سايد راح يسمونها بمصطلح يسمونها الكونديشن فاكتور. طبعا الكونديشن فاكتور عباره عن لارج فيزيكال، يعني لو تشوفون في الفيجر الاول من الاعلى هنا الفيزيكال تكون يعني منفرده، بعدين يصير بيها فيوز تحت وتصير اكبر لارجر، وبالتالي يسمونها بالكونديشن باك. يعني اذا قلنا في التعريف الكونديشن باك نقول هي عباره عن اكلتي ستور انتو لارجر سيكلز سم تايم ستورج اوف بروتين سينثيسيس فروم ذا رف اندوبلازم بارتيكولار ان كولجي. هذه الستراكشر عباره عن ماتشور سيكلز and genetic vesicles that carry complete protein product to organ away from the Golgi. تنقل لنا البروتين اللي هو اجى من الرف اندوبلازم بارتيكولام الى كل ال way of the from the Golgi. يعني خارج ال Golgi. اذا هي مهمة عبارة عن transport of the protein synthesis اللي صار في الرف اندوبلازم بارتيكولام. How to wait for the transport of protein. راح نشوف هذا الفيجر يوضح لنا how to transport for the
protein synthesis or molecule from the endoplasmic reticulum to proteoglobulins and the away for the out the cell membrane. يشوفون بالفيجر انه الاندوبلازم ريتيكولوم بعد ما تكون منه بروتين سينثيسيس راح يصير بها ترانسبورت كامبورت يعني تصدير للبروتين سينثيسيس اللي صنعته. ف خليه في فيزيكال اللي جاي يشوفه هنا وبعدين يصير اتاتش وذ ذا سيكلز اوف ذا كولجي كومبلكس يصير التصاق مع طيات الكولجي كومبلكس في منطقة في لوكيشن مالته بالفيس الفورميك فيس اللي هو السيس فيس اللي هو قلنا عبارة عن فيس مجرد انه ناقل البروتين سينثيسيس الى السيسترين وبالتالي بعدين ينقل الى انذر سايد اوف ذا كولجي كومبلكس اللي هو الترانسفيرس كولجي. فاذا جاي يشوفون انه الفيزيكال تنتقل من الفورميك فيز الى سيسترين بعد انذر فور ذا سايد اللي هو الترانسفيرس كولجي فيز اللي هو بعد ذلك يصير ماتشور فيز يعني ينضج هذا الفيزيكال وبعدين يصير ب 3 واي فور ذا ترانسبورت ممكن ينقل الى كلايسوسوم الى سيتوسول أو ينقل secretory physicals إلى outer of the cell membrane وبطريقة يسمونها بالإكزوسايتوسيس يعني مظهر خارجي وبالتالي تنقل البروتين سيلز إلى outer of the cell membrane أو تأخذ منحة ثالثة إنه يصير عبارة عن membrane ringworm physicals اللي هو عبارة عن physical incorporated into cell membrane يتصل مع cell membrane. إذن لو نشوف البروسيس اللي تصير هي عبارة عن صناعة البروتين سينثيسيس من رفع الاندوبلازمي ريتيكولم وبعدين يصير ترانسبورت فور ذيس بروتين الى الفورميك فيس بالكولجي وبالتالي الى السيسترين بطياته ويوصل الى الماتشور فيس اللي هو ترانسفيرس او شوبينج فيس بالنسبة للكولجي كومبلكس وبعد ذلك ياخذ الثري واي يعني ممكن يصير الى الايسوسوم بالسيتوسول يعني بالسيتوبلازم او يخرج الى السيل ممبرين اوتر عن طريق الاكسوسيتوسيس كسكريتوري فيزيكال او يطلع عن طريق الممبرين فيزيكال اللي هو يصير اتاتش او يصير انتو سيل ممبرين. This process of الاكسوسيتوسيس بالنسبه للبروتين سيتوسيس هي mean fraction of the Golgi complex. راح إلى storage of the protein cells اللي يصنع وين بالرف endoplasm. إذن ال mean fraction يعني حتى نكون أكثر تحديدا هو عبارة عن transporting ل أو معبر لل protein cells between رف endoplasm إلى another organ إلى cells. الكولجي كومبلكس إضافة إلى عمل هذا يمكن يسوي نوع من الستورج أو ذا بروتين سينثيسيس وبالتالي يتنقلنا إياها إلى هذا أورجان بالنسبة إلى What is the function of the Golgi complex? وجدوا العلماء إنه في إذا شفنا الكولجي كومبلكس under the transmissions electron microscope and cytochemical methods are show the Golgi cells contain different enzymes يعني احنا بدراسة الكيمو او cytochemicals بالنسبة الى الكولجي كومبلكس راح نشوف هي عبارة عن cis trans level of the Golgi apparatus is important for the glycosylation, sorbation, phosphorylation, and limited brolylases of the cell. Then, وجدوا انه under the electron microscope انه Golgi يحتوي على كثير من الانزيمات. هؤلاء الانزيمات مهمة في وظائف اما في glycosylation, sorbation, phosphorylation, phosphora, and limited
بروتولايسيس اوف بروتين، تحدد من عمليه احلال البروتين، وهذا جدا مهم في عمليه الستورج اند سبورتنج ترانسبورتنج فور ذا بروتين سينثيسيس اللي يصنع بطرف الاندوبلازميك ريتيكولوم. اذا لوجود هذه الانزيمات السبيسيفيك انزيم اللي موجود هنا، احنا قدرنا انه نسوي انه نقول انه فانكشن اوف ذا كولجي كومبلكس ذات از ذا بروتولايسيس اوف بروتينز يحد من او يحدد من احلال البروتينات وبالتالي يحافظ على الستورج اوف ذا بروتين. Also that Golgi apparatus initiated the package concentration and storage secretory products. إذن هو نوع من ال storage package concentration بالنسبة إلى ال product اللي ينتج بالرف endoplasm بعدين يصير نوع من transporting of this product لل Golgi products. Another function for the Golgi complex that is the half role of manufactures certain macromolecules. واللي هي طبعا for example اللي هو البكتين and citric acid and certain polysaccharide. وهذه البوليسكرايد هي that is important for the many of the processes for the cell organ. يعني ممكن يصير عبارة عن فد مصنع للماكرو موليكولز بالنسبة إلى البوليسكرايد سيكليك أسيد بروتين وهذا ذات امبورتمنت فور ذا سيلز. وهي مهمة جدا طبعا البوليسكرايد هي أحد من المين سورس بالنسبة إلى الإنرجي بالنسبة إلى السيلز. What is the secretory vesicle or granules that is the most of them found in the Golgi? These vesicles are surrounded by the membrane and contain a concentrated from the secretory protein. إذن هي عبارة عن membrane vesicles موجود في داخل Golgi complex. ويبدو إنه هي contain of the some secretory vesicle may be up to 200 times more concentrated than those in the strain of the endoplasmic reticulum. وطبعا هذه يمكن نتوجه بالسؤال نقول why the secretory vesicle up to 200 times or more of the strain in the rough endoplasmic. احنا نعرف ان سيسترين اوف رف اندوبلازميك ريتيكولوم فور ذا بروتين سينثيسيس، لكنه في الدراسات بدوا ان الفيزيكال السكيتري فيزيكال اللي موجود في الكولجي كومبلكس ذات از ذا مور كونستريتد، يعني اكثر تركيزا واكثر فعاليه ب 200 مره تقريبا من اللي موجود بالرف اندوبلازميك ريتيكولوم. Secretory vesicles with dense contain a digestive cyst enzyme that repairs by the zymogen granule. طبعا وهي هاي الانزيمات الهضمية ضرورية جدا لعملية هضم بعض الماكرو موليكولز اللي موجود داخل السيل يصير بداخل الكولجي. اذا الفيزيكال او السكيتي فيزيكال الموجودة او الجرانيولز الموجودة في الكولجي كومبلكس ذات از فيري يوسفول او very important for the digestive material اللي هي ليش موجود digestive enzyme اللي هو الزيموجين granule اللي يسوي نوع من digestive أو إحلال بالنسبة إلى macro molecules the processes أو metabolic processes. Secretory portion that's in the Golgi complex that very important for the Golgi functions. يعني حتى أدي Golgi functions وظائفه بشكل صحيح ممكن إنه يكون ال skeletal physical مع وجود الانزيم اللي هو digestive enzyme اللي هو زي موجود enzyme for the
digestive material in the serial metabolic acid. المحاضرة يعني هي كانت قصيرة ومختصرة جدا، حتى نعطي الهيد لاين بالنسبة إلى المحاضرة ونعطي بعض التفاصيل المهمة اللي تفيدكم بالنسبة إلى الدراسة. المحاضرة القادمة حول الرايبوسوم والرف اندو التايب اوف ذا اندوبلازمك ريتيكولم إن شاء الله يوم غد صباحا الساعة 8. شكرا جزيلا لاستماعكم.